السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على جمال بن عمري، يوما ما عندما تكلم ورفض دعوة مطالبة بعودة ديلور للمنتخب الوطني، يعني وين أظهر يعني المشكلة الكبيرة اللي كان في المنتخب الوطني، وين أعطى صورة كبيرة. واش كنا نتكلموا باللي كاين تكتلات، كاين ناس شواكرة، كاين بزاف صوالح، يعني باش يخرج لعاب يتكلم ما راك أنت مسؤول، ما راك مدرب، أنت إلا لعاب. قادر المدرب يعيط لك، قادر ما يعيط لكش، نورمال، وقادر غادي ما يزيدش يعيط لك كاع. أنا تبان لي باللي ما غاديش يزيد يعيط لك كاع، يعني وين تعرض المهاجم الجزائري أندي ديلور نادي لعاب نادي نيس الفرنسي لهجوم حاد من طرف مواطنه جمال بالماضي المدافع يعني المنتخب الوطني، وذلك على خلفية مطالبه ببعض المشجعين بضرورة عودة اللعاب لصفوف الخضر، رغم أنه طلب الحصول على إجازة لمدة عام من المنتخب. وقال يعني سابقا وصلتني وين وقال لهم باللي وصلتني بعض الاصداء ان احد الاشخاص قال لي ان ديلور عندما وقع عقد مع نيس امضى على بند يمنعه من المشاركه في كاس امم افريقيا المقبله. لقد صدمني هذا الخبر، لكن فضلت الانتظار والتاكد منه قبل القيام باي خطوه. انت شا دخلك تلعب تم كما دخل، على ما يهدرش مع حرز يقول لهم لا ما يعيطولوش، على ما يهدرش في غولي، على ما يهدرش ماندي، على ما يهدرش بن ناصر، ما يهدروش كيف هدرت انتايا، على ما يهدرش مبولحي. انت شنو دخلك؟ انت لعاب عندك ضعيف. انا نقول لك ونعاود، انا كون زعما يقول لك هو لا لاكس وهو لا ماندي ديلور، شتلعب في لاكس، نقول لهم قلعوا بن عمري ديروا ديلور يلعب في لاكس، يلعب خير منك. يلعب في الله في بلاستيك يلعب خير منك، محارب بمعنى كلمة. صحيح انت لعب دورة في 2019 فما كملت، نورمالمون فما تقولوا بين اعتزل، ماشي قاعدين تقارعوا تلعبوا في الكارطيات، ديروا في الباز مع المرضى، وديروا مع مساكين، ديروا معهم ديروا تريكوات، ديروا منا ديروا. اه والله شعباوي هذه بركة، انا شعباوية هذه. اي كان قال بتلكم خط احمر والنتائج الديكتاتوريه راحت، الناس اللي كانوا يدافعوا عليكم راحت، راك منتخب وطني نقرا لك تايا قالك تتسنيه باش تلعب طلقت. صايك قول كو ما زالت منا كان غادي يعيط لك، لا بغات ما تلعبش كان غادي يعيط لك تلعب، لا بغات زعما كنت كالي فينا كوب دي موند هادو دو تروا ماتش والله لك غادي يعيط، لا بغات الناس راكده مقيله يروحوا ينوضوا نوضوا تلعبوا نوضوا كما كان يدير. الناس مقيله في ليون، هذا كان يقيل في ليون يجي يلعب، ما لعبش من مارس 2020 حتى جويليا مارس 2020 خرج من بليسي امام بورتوانا ما لعبش، مي جات في جويليا امام موريتانيا والمالي وتونس لعب ولا يلعب تيتيلر، والرجاله اللي حقها تلعب وتبين وكلش كيما طوبه ولاو قاعدين يديروا بلاصهم. وتبع بعدها قام ديلور بإرسال رسالة نصية إلى كتاب وين كتب فيها أنه يفضل إعطاء الأولوية الحالية لناديه نيس على حساب المنتخب الجزائري، مشير إلى أنه أرجع ذلك إلى رغبته في النجاح في مشروع رياضي مع نادي ومواجهة منافسة قوية هناك على مناصب المهاجم الأساسي في نادي نيس. وختم لقد طلب وقف مشاركته مع المنتخب الجزائري لمدة عام. بصح انت اش دخلك؟ انت متخسر روحك تراك لعاب، بقى يجي بقى ما يجيش بقى من اي هراوي راه غادي يعيط له، صابه باللي هو خير منكم انتوما، انتوما حشيتوها للونترينير، انتوما والرباعه هذوك تاع اللي كنتو في قطر كاع حشيتوها للونترينير، حشيتوها له ودخلتوه في حيط. وصدرت بعدها العديد من الردود الأفعال من المدرب واللعاب ديلور وكذلك وسائل الإعلام والجماهير الجزائرية، وتعرض النجم نادي نيس لانتقادات لادعة بسبب تفضيله مصلحة النادي على المنتخب الجزائري. بصح علاه هو علاه
هاو نتايا كانت حابسه الشامبيونا، سليماني ما كانش يلعب كان حابس. الشامبيونا تاع قطر امام بوركينا فاسو وجيبوتي كانوا حابسين، تاع ميلعبوا مع جيبوتي كانوا حابسين، وامام بوركينا فاسو في مراكش الشامبيونا كانت حابسه. لعب راخر تيتي لركي اسمه بونجاحد، لعب بونجاحد دخله دوزيام ميتو، دخل الاولى سليماني ما كانش يلعب دخله يلعب، ومن بعد دوزيام ميتو دخل بونجاح، وكان بلايلي ميت ما دار والو، كان ميت. ولعبه تيتي لير كانوا حابسين في قطر، كانوا حابسه الشامبيون، حابسه ما كانش شامبيون، كانوا مازال ما بداوش، كانوا غير يترينو برك بريباراسيون مع الانديه تاعهم. وهذا كان يلعب وماركي كان 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 يلعب وماركي لي بيت، ومي جا لهنا صاب روحو تروازيام بوزيسيون. عاود قال له ما نجيش عاود عمي، مش راكم باغيين، هو فاق في البيستيال شي كاين، روحوا سقسوا محمد الاخر هذاك فارس، امين فارس، محمد امين فارس هذاك، سقسوا على قالوا ما تجيش تعيط ليا تربحها، قالوا بالك تهدر فيا، بالك تقول لهم بلي يا ودي ما بغاش يجي وحده ولا منا. قال له نهار اللي بغينا نلعبو كونت الاخرى، نهار لعبنا كونت المكسيك ولعبنا كونت نيجيريا ماتش اميغا، فما قال له ما تجيش تعيط ليا، ما تجيش تعيط لي، قال له نتايا، قال له كيف نتايا جاي بن سبعيني مبليسي من راسه، الطبيب تاع الاخرى قال له راه مبليسي، وعيط له ودي تهدايه معاك مشي مأمن لهنا مبليسي، ما لعبتوش، لعب فارس من فماك تعيط له منها، كي عاود دبره عاود دبره ما بغيش تعيط له. الضربه تاع الناس كانوا نتايا تحوس لهم على الانديه، تجيبهم تلعبهم باش الانديه تعرضهم على الانديه، وفارس يعني كان يلعب كان رو بلاصو ما تعيطلوش، قال لك ما تجيش تعيط لي فارس، فين قال لك ما تجيش تعيط لي، محرز قال لك ما تعيطليش، بالرحمه قال لك ما تعيطليش، غازل قال لك ما تعيطليش، ولا تربحها. هذوك قاع جاو مع محرز قاع من الزول، محرز قاع انا نقولها لك بالفوضي القاع، ناس كيما هذو، واحد في قطر واحد يلعب في مانشستر سيتي، تصاب ناس وحدة اخرى تحكم قاع في قطر يلعبوا مع يعني كنت الطز والتش، صابهم يحكموا بحكامهم. وكان آخر هذه الانتقادات قد صدرت يوم الجمعة 15 أبريل على لسان المدافع جمال بن عمري، إذ نشر تعليق على الفيديو بثه أحد أصدقائه على حسابه بالفيسبوك في خصم الحديث عن إمكانية عودة ديلور لصفوف المنتخب، وإن قال فيها: نعم لدينا بونجاح سليماني وبن يطو، هم جزائريين حقيقيون الأصل، سليماني هو الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري. بصح حنا فانيك نقولك عندنا طوبة، حنا فانيك نقولك طوبة فانيك جزائري الأصل، عمالك هاو طوبة فانيك جزائري الأصل باش ما تنساش، مالك صاحبيها لي كان شي خدمة. انت شو نتايا 2015 مين ما كنتش تلعب في ليكيب ناسيون، كنت عاير في هاد اللعابة، عايرت ماندي وعاير، قلت لهم هذا الشعب يبغي تعليه، انت بروحك قلتها في 2015 في قناة الهداف، قلتها قلت لهم هذا الشعب يبغي تعليه، يبغي اللعابة تعليه، وانتوما كنت كنا عليكم انتوما ما نجيبوش قوارة ما نجيبوهمش. وين نقولوا بنيطو، روح عيط لبنيطو مسكينه، يا راه ما عيطلوش بنيطو، انت قلت بلي عندنا بنيطو، من الاخر كاين بونجاح وكاين سليماني وكاين سليماني 100 بيتر مع جيبوتي. واضاف بالعمري: ولكن ومع ذلك هناك من يفضل الركض وراء اللعاب، قرر ان ياخذ اجازه لمده عام من المنتخب. والتفسير وان تفسير انتقادات بن عمري يشكل وضوح حاله الغضب التي اجتاحت لاعبي المنتخب الجزائري الذين استاءوا كثيرا من قرار ديلور. انتم اش دخلكم اللعابه هذو، شكون هما اللعابه، شكون هاد اللعابه، انت مين يجي غادي الى عيط لك لونتي يقول لك يروح سلم عليه، انت اش دخلك، انت لعاب، انت اش دخلك، ما تدخلش روحك كاع، كاع ما تهدرش. من الاخر عندنا بونجاح، من الاخر عندنا بنيطو، من الاخر يا ودي بنيطو مسكين، بونجاح الاخر كسموه ديلور، شاف التكتل ضده، شاف الكلون، شاف الكلون، ما بغاش يدخل في الكلون تاعكم،
درتو له 6 في 7 نجحتو، ولا اللاعب اللي يجي طردو طوبه وطردتو نتايا ما خليتهاش.